أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 38 من برنامج مدرس على الهواء. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي بيتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. في الحلقة النهاردة هنتطرق لنوعية جدا من الأسئلة، وهو سؤال choose the correct answer، سؤال الاختيار اللي بيجي في الامتحان، وطبعا ده بيجي لي عبارة عن 30 جملة في الامتحان، 15 على الفوكاب و15 على الجرامر. هنتعرف بضيوفنا الاول وبعد كده نبدا نتطرق مع بعض الاسئله. صباح الخير مستر نبيل. صباح الفل يا باشا. صباح الخير مستر خالد. صباح الجمال يا مستر احمد. صباح الخير مستر خالد. جود مورنينج مستر احمد. صباح الخير مستر صلاح. صباح الفل مستر احمد. صباح الخير مستر رمضان. صباح الخير مستر احمد. نبدا مع بعض حلقتنا مع بعض ونشوف اهم ذا موست امبورتنت بوينتس ان جرامر اند فوكاب اللي مدرستنا الافاضل جمعوا لنا، ونبدا نحللهم مع بعض. نشوف مع مستر نبيل بكير أول جملة كده بتقول إيه؟ sentence number one بيقول doing two things at the same time is something very not. صباح الفل على كل طلاب ثانوية عامة، على مدرسين اللغة الإنجليزية في مصر كلها. النهاردة عاملين ريفيجن هتعجبكم إن شاء الله. يو 12 ل 9. بيجي لك في الامتحان 30 جملة تشويز، 15 جملة 15 جملة على الفوكاب، 15 جملة جرامر، كل درجة كل جملة عليها نص درجة. أديك نصيحة بس، أي كلمات غريبة ما تختارهاش، ما تبصلهاش. عمره ما جاء في امتحان ثانوية عامة كلمة خارج المنهج، فركز على كل كلمات المنهج بس. هيجي لك كلمتين غراب، كلمة شكلها غريب، كلام من ده ما تبصلهاش. اقراها. نمبر 1 doing two things at the same time is something very confused, confusing, confusion, confusing. لازم احلل معاني الكلمات اصلا هنا. Doing two things at the same time، عمل شيئين في نفس الوقت. Is something very confused. Confused تعتبر ED adjective، صفة منتهية بـ ED. Describe people، توصف الناس بس. أنا I am confused، أنا مرتبك أو متحير. Confusing ING adjective، صفة بتنتهي بـ ING. Describe things، توصف الأشياء و situation. I can say these questions، هذه الأسئلة are confusing، محيرة، مربكة. Confusion ده noun اللي هو الحيرة أو الارتباك. We have a lot of confusion. Confusion. Confessing دي ما لهاش علاقة بالموضوع، جاي من فعل confess يعني يعترف. يبقى عمل شيئين في نفس الوقت. I think that the correct answer is confusing. Doing two things at the same time is something very confusing. شيء مربك محير. جميل. Describe something. تمام. اوكي. جملة رقم 2 بتقول It is the not for the bride to wear a white dress on her wedding day. جملة حلوة قوي. معلش بعد إذنك يا مستر أحمد، هاندي بنت شروق هي وخطيبها يحيى بخطوبتها الأسبوع اللي فات. Congratulations. 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 شكرا حبيبي. Congratulations. Congratulations شروق. Congratulations يحيى. It is the custom. It is the custom. It is cosmetic. It is kingdom. For the bride, بالنسبة للعروسة to wear أنها ترتدي a white dress، فستان أبيض on her wedding day، يوم الزفاف بتاعها. لو نعمل تحليل الكلمات دي يا مستر، It is the custom. Custom يعني عادة أو تقليد، عادة جماعية أو عادة شعوب. Custom دي عبارة عن زي أو بدلة يعني. ده بريتش امريكان، احتمال تبقى معنى مايو كمان. كازمتك دي ادوات تجميل. كندم، كندم يعني يدين او يتهم، يستنكر. تمام. فهنا اكيد باي فادر سوري اتز نقط اتز ذا كاستم فور ذا برايد، لك تجاره العاده بالنسبه للعروسه انها ترتدي فستان ابيض يوم الزفاف بتاعها. اتز ذا كاستم اور اتز ا كاستم اور اتز a tradition or it is traditional. كل ده يمشي صح بس مش موجود في الجمله طبعا. انا ذاتس اول كاستم. ننتقل لمستر خالد عطيه ونشوف الجمله رقم 3 بتقول ايه. الجمله بتقول My father is a strong not in the importance of education. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. حابب طبعا اصبح الاول على كل طلابي وكل زمايلنا وكل اساتذتنا الافاضل، وصباح سعيد على مصر كلها ان شاء الله. Number 3 my father is strong in the importance of education.
The first option is number A is belief. What the meaning of belief? Belief is a noun of believe. Belief means think. فبليف معناها يعتقد بالVE. Belief is a noun. So it means إيمان بشيء, اعتقاد بشيء. Number B is relief. Relief means طمأنينة, راحة, something like this. Believer is another noun from believe. اسمه برضو من كلمة believe يؤمن. معناها إيه بقى؟ Someone who believes in something is called a believer. اللي بيؤمن بشيء بيتقال عليه believer. For example, when someone believes in women's rights, لما يكون حد مؤمن بحقوق المرأة مثلا, we say that he is a believer of women's rights. ده مؤمن بحقوق المرأة. So I think the right answer in number three is, my father is a strong believer. مؤمن بimportance of education, بأهمية التعليم. جميل. This is the right answer. Number four, الجملة بتقول, there are some no differences between the East and the West. Yes. Number four, as Mr. Ahmed said, there are some differences between the East and West. في بعض إيه بين الشرق والغرب. The first word is cultural. Cultural is the adjective of culture. Number B, culture, I know you. I think you know the word culture. تهيألي أنتوا عارفين culture means حضارة, ثقافة. Okay, something like this. I can't say يوجد ثقافة اختلافات. لا, اختلافات إيه؟ ثقافية. أيوة, ثقافية. The word ثقافية is the adjective, yes, صفة يعني, is cultural. The first one, cultural differences means اختلافات ثقافية, يعني ثقافتنا مش زي الغرب يعني وكده. That's all. جميل. ننتقل لمستر خالد عبد الهادي, والجملة رقم خمسة بتقول, the children sat in a knot. Good morning everybody, I hope you enjoy our episode today. نحب نصبح على الجميع النهاردة, طلابنا وزمايلنا, ونقول لهم صباح سعيد عليكم النهاردة. نتمنى أنتم إن شاء الله تستفيدوا من الحلقة بتاعتنا النهاردة. وزي ما وضح لنا مستر أحمد ومستر نبيل أن 30 جملة فيهم كل واحدة بنص درجة, ويبقى نصهم على الجرامر ونصهم على الفوكاب, يعني نصهم خاص بالكلمات ونصهم خاص بالجرامر. السؤال بتاع مستر أحمد بيقول لنا, the children sat in a semi, طبعا عارفين كلمة سيمي حاجة كده زي هاف, نص يعني, سيمي سيركل, قاعدين في نص دايرة. خد بالك من كلمة, حاول دايما تخمن المعاني بالبريفيوسيس. يعني مثلا لما نقول رايت يعني يكتب, ري رايت يعيد كتاب, كتابة, ريد يقرأ, ري ريد يعيد قراءة. فكلمة سيمي معناها نصف, فنقول سيمي سيركل, سيركل يعني دايرة, يبقى سيمي سيركل يعني قاعدين في نص دايرة. أو لما أقول سيركولر, سيركولر ديت معناها دائرة, زي دائرة كهربائية, دائرة في حاجة معينة, متواصلة معينة, في حاجة جهاز معين. سيركلز اللي هي دوائر. طب ما ممكن طالب يسترع ويقول the children sit in a circles, قاعدين في دوائر, في هنا أدي مفرد. فخلي بالك دايما فكرة الاستبعاد, الاستبعاد في الجملة, يعني شايف إن الكلمة دي شاذة, زي ما مستر نبيل قال لنا كده, ما عدتش علينا وبره المنهج, ما اتكلمش فيها, أبعد عنها. لكن سيمي سيركل دي عدت عليك في المقرر وانت عارفها, فلما تلاقي الكلمة دايما في المقرر بتتجاوب مع كلمة تانية, ابدأ فاضل بينهم, دي جمع, دي مفرد, هنا في يبقى لما نيجي منطقيا تقرأ الجملة كده تبقى انت متأكد من إجابتك. The children sat in a, يبقى سيمي سيركل, قعدوا في نصف دائرة, بشكل نصف دائري, كأنه سيمينار كده, زي مجتمع علمي أو حاجة زي كده. جميل. الجملة رقم 6 بتقول running that long distance made my legs not. طبعا الجمل اللي بتعتمد على الفوكاب زي ما قلنا بتبقى معتمدة على مجهودك طول السنة في حفظك الكلمات, فجملة زي كده بالنسبة لك مش هتسبب لك أي صعوبة. ليه؟ running that long distance, جري مسافة طويلة زي كده, made my legs, خلي رجلي, chat, انت بتعمل chat مع أصحابك على النت, هتخلي الرجل chat, تعمل chat, تتكلم, حاجة جديدة خالص. demand, تطلب, صعب برضو. face, رجل تواجه, ما ينفعش. لكن ache, running that long distance, النجر المسافة الطويلة ديت, that made my legs ache, خلاها تتعب. ودايما كلمة ache افتكر stomach اللي هو تعب في البطن, يبقى ache. حتى لو انت مش عارف معنى الكلمة, من علاقتك بكلمة تانية, من إضافة previouses أو endings, بدايات أو نهايات, تقدر تعرف وتخمن معناها هي ايه, ونضمن إن شاء الله تبقى إجابتك صح. That is the answer, Mr. جميل. ننتقل لمستر صلاح عبد الله, والجملة رقم 7 بتقول, the need for water will increase in the future.
يا جماعه هنا الجمله ذا نقط هنا السبيس عندنا اختار هنا الاجابات فور ووتر ويل انكريز ان ذا فيوتشر يعني هيزداد في المستقبل. يا ترى هنا عندي ديماند بمعنى طلب بريك يكسر اوردر امر او كويشنير اللي هو استبيان او استفسار. يبقى هنا الاجابه عندنا هتبقى ذا ديماند الطلب. وهنا يا جماعه ممكن يحصل حاجه انك انت هنا تفاضل بين ديماند واوردر. هنا ديماند الاجابه الافضل هنا الطلب في احتياج للشيء غير اوردر. يبقى هنا الاجابه بتاعتنا ذا ديماند فور ووتر الطلب على المياه سوف يزداد ان ذا فيوتشر. جميل. الجمله رقم 8 بتقول Is this dress not in larger sizes؟ هل هذا الفستان سبيس عندنا اللارجر سايز في مقاسات يعني اكبر من كده؟ في عندنا افاليبل بليفابل وهنا عندي افاليبل وفالربل. الاجابه عندنا طبعا هتبقى از ذس ادريس افاليبل متاح او متوفر في هذا الحجم نمبر سي. اوكي ننتقل لمستر رمضان التركي والجمله رقم 9 بتقول The employer dismissed him as he lagged not for the work. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على اعزائنا الطلبه واساتذتنا وزملائنا المدرسين. الجمله بتقول The employer صاحب الشغل The employer dismissed him as he lagged. هو عنده نقص وبعدين space for the work. المدير صاحب الشركه رفضه لانه عنده كذا في الشغل. اول اختياراتنا انثيثيدم هل هو حماس ولا انترستنج شيق ولا انثيثياست متحمس ولا انثيثياستك متحمس برضه. طب انا النهارده عندي لاج ده فعل اساسي مين فيرب يبقى هستبعد الادجكتيفز هستبعد انثيثياستك المفروض انثيثياستك اباوت دي اول حاجه الطالب يحفظ انثيثياستك اباوت ادي واحده. عندي بقى انثيثيدم وعندي انثيثياست وانترستنج. هل المدير هيرفضه لانه شيق فهنشرب انترستنج يبقى كده استبعدنا زي مستر رميل ما قال اجابتين اللي هي انترستنج وانثيثياستيك اباوت. يبقى عندي انثيثياست وانثيثيازم فهو عنده نقص فين؟ نقص في الحماس. يبقى الاختيار الاول طبعا انثيثيازم. جميل. اوكي الجمله رقم 10 بتقول This novel is an interesting note of fact and fiction. تمام. القصه دي This novel is an interesting of fact and fiction. عايز اقول مزيج من الحقائق والخيال مزيج. طب انا عندي كومباين يوحد عندي ميكتشر مزيج او خليط بيبر باك وديستنكتيف متميز او متميز زي مثلا لبس الجيش متميز لبس الشرطه متميز اللي هو ايه ديستنكتيف. يبقى عندي ايه ميكتشر خليط من الفاكتس اند فيكشن. يبقى الاجابه الانسر ميكتشر بي. جميل. هننتقل للصفحه اللي بعد كده اللي هي بيج نمبر 2. اوكي نشوف كده بيج نمبر 2 الجمله رقم 11 مع مستر نبيل بكير. الجمله بتقول ايه؟ ا ان نوت از ا لارج بوك ذات كونتينز فاكتس. تمام. نمبر 11 اعزائي الطلاب اي ان بعد كده في سبيس از ا لارج بوك كتاب ضخم ذات كونتينز فاكت بيحتوي على حقائق. وعندي الاختيارات ميديا لإعلام انسايكلوبيديا موسوعة تراجيدي مأساة ريسايكلينج تو ريوز ماتيريال اجين يعني تدوير الأشياء. فبقول عبارة عن لارج بوك ما فيش هنا في الكتاب فيهم غير يعني ميديا مش كتاب تراجيدي مش كتاب ريسايكلينج مش كتاب. اوف كورس ذا رايت انسر بسهولة جدا انسايكلوبيديا ودي من ضمن الديفينيشن بتاع كتاب المدرسة انسايكلوبيديا. يبقى ايه او ان انسايكلوبيديا ذا لارج بوك ذات كونتيند فاكتس. جميل. الجمله رقم 12 بتقول It took me a long time to know at my friend that the idea will be a success. نمبر 12 It took me a long time استغرق مني وقت طويل to my friend صديقي that the idea ان الفكره will be a success هتكون ناجحه. عندي discourage عكس انكارج يعني يشجع discourage يضبط العزيمه يهبط العزيمه يعني كونفنس مينز بيرسويد يقنع كونفيوز يربك انكارج يشجع ما دام خد من وقت طويل يبقى فيها
عمليه اقناع. It took me a long time to convince طبعا my friend that the idea will be a success. جميل. ننتقل لمستر خالد عطيه ونشوف الجمله رقم 13 بتقول ايه. الجمله بتقول: There was a note at the university about social networking sites. Concerning sentence number 13, Mr. Rahman بيقول there was a at the university about social networking sites. The first option is lecture. الاختيار الاولاني زي ما انتوا شايفين على البورد كده يا جماعه is lecture. Lecture means محاضره. Okay. Tale number B is tale. Tale something like summary. ملخصات او كده. Okay. Legend means something like اسطوره or something like this. طبعا الاجابه واضحه زي ما انت شايف. في الجامعه ايه؟ ما دام جامعه يبقى connected to the word lecture. اكيد علاقتها بكلمه lecture means محاضره. Okay. يبقى number 13 the right answer is A. Lecture. جميل. الجمله رقم 14 بتقول The winner was not a gold medal. 14 The winner was a gold medal. الفائز يعني منح gold medal. يعني احنا بنسمع اقول لك ايه منح الجائزه الاولى، الجائزه الذهب، البرونز وهكذا. ف I think most of you are going to be confused between rewarded and awarded. معظمنا هيختلط ما بين A و B. لو ركزنا كده في الشاشه مع بعض يا اولادنا هتلاقي نمبر A is rewarded and the number B is awarded and the other answers are neglected. والاثنين التانيين دول مش هنبص لهم زي ما الاساتذه الافاضل قالوا بنستبعد بعض الحاجات. طيب what is the difference between reward and award؟ reward means يكافئ. To give someone a present or something like this as a kind of motivation كنوع من التحفيز دي. يعني when someone answers well لما بيجي واحد مثلا يجاوب سؤال كويس I may reward him ممكن اكافئه okay. باي برايز اي جائزه صغيره. This is reward. But awarded means يمنح عاده شيء رسمي شويه. مثلا for example we can say I was awarded my degree in 1995 ان انا خدت المؤهل بتاعي فيما معناه بقى باللغه العربيه منحت المؤهل بتاعي سنه كذا. فالجولد ميدال ده شيء رسمي okay. مسابقات عالميه. يبقى the winner was awarded. I think the right answer is number B. Was awarded منح a gold medal لانها مش مكافاه لي لا ده شيء بياخده عن استحقاقه وجداره. That's all. جميل. ننتقل لمستر خالد عبد الهادي ونشوف الجمله رقم 15 بتقول ايه. Young people should be not towards the elderly. زي ما مستر احمد كده بيقول لنا number 15 young people should be. اول ما اجيب له should be لازم تفكر بعد كده ممكن يبقى ايه وراها. بعدين space towards the elderly تجاه الكبار. الصغار يجب ان هم ايه تجاه الكبار. طبعا يجب ان هم يكونوا محترمين ليهم. عشان جايب لي كلمه respect ودي verb. ما ينفعش يبقى should be وراها verb كده infinitive بالنسبه لي. مصدر بالنسبه لي. respect انتوا عارفينها كلمه مهمه اللي هي يحترم. يعني you should respect all people to make them respect you. لازم نحترم الناس عشان تخلي الناس تحترمك. فكلمة respect مهمة جدا. respected دايما بتقترن بناون وراها. respected scientist عالم محترم أعماله محترمة. طبعا لو مشينا بنظرية الاستبعاد نستبعد نمبر سي respective يبقى respectful هي the right answer اللي هي نمبر دي. respectful معناها a person who respect other people شخص محترم للآخرين. so you should be respectful towards others. So the right answer Mr. Ahmed is respectful number D. جميل. الجملة رقم 16 بتقول She left the band last year and started a new career. Okay. Number 16. She left the band last year. سابت الفرقة بتاعتها أو المجموعة بتاعتها السنة فاتت. And started a. وبدأت a. خد بالك من دايما a ولا an عشان ساعات هي اللي بتحدد لك الإجابة. طبعا كلمة lonely معروفة إن هي غير كلمة alone طبعا. أقول هوم الون يعني فيلم مشهور جدا عايش لوحده في المنزل. I was alone كنت لوحدي لما قابلت كذا. ودي عاملة زي كلمة solo معناها برضو وحيد. لكن lonely معناها الشعور بالوحدة. يعني أقول مثلا for example she felt lonely after her husband's death. شعرت بالوحدة بعد وفاة زوجها. دايما تيجي felt lonely مقترنة بيها في معظم الحاجات. عندنا كلمة solo يعني منفرد ودي من الكلمات الكي ووردز المهمة عندك في اليونتس اللي عندك. عندنا كلمة same معناها نفسه دي دايما مقترنة بكلمة the same ومختلفة عن similar.
سيميلر دايما تاخد تو معظم الاحيان. هي سيميلر تو مي، ماي كار از سيميلر تو هيز، عربيتي شبه عربيته. شبه يعني ممكن تبقى نفس الماركه، ممكن تبقى نفس اللون، لكن ذا سيم يعني متطابقين في كل حاجه، ايدنتيكال. دايركت طبعا يعني مباشر. فطبعا لما نقرا الجمله كده بقى انت كده عرفت معاني الكلمات. فنقول شي ليفت ذا باند لاست يير اند ستارتد ا كارير، يبقى ا سولو كارير، ا سولو كارير. جميل، ننتقل لمستر صلاح عبد الله ونشوف الجمله رقم 17 بتقول ايه. The nursing not at the hospital work very hard. هنا الجمله the nursing هنا مقصود يا جماعه، هنا ما بتكلمش عن nursing as a job، هنا اتكلم عن nursing كمجموعه التمريض اللي موجوده في المستشفى. فهنا الاجابات المتاحه اللي عندي occupation وstaff وjob وprofession. هنا اختار الاجابه staff عشان مقصود بنا هيئه التمريض اللي موجوده في المستشفى، ما بتكلمش على occupation ولا job ولا profession، يبقى staff هيئه التمريض. جميل. الجمله رقم 18 بتقول no one questioned his not for the job as the manager was the one who chose him. No one questioned، ما حدش سال قدام السبيس بتاعنا عن الوظيفه لان المدير هو اللي اختار الشخص ده. فعندي هنا الاجابه بتاعتي stability وinvisibility، واثنين تانيين دول زي مستر نبيل قال في الاول في جمل كلمات كتير جدا ملهاش دعوه بالمنهج فنستبعدها. فنعمل هنا الاختيار بين الاي والبي، فنختار اي stability. ما حدش سال ان هو مناسب على الوظيفه ولا لا، المدير هو اللي اختاره، يبقى جبتنا stability رقم اي. جميل. هننتقل لمستر رمضان التركي والجمله رقم 19 بتقول The officer was ordered to find the killer and bring him back. Not. تمام. Number 19 بتقول the officer الضابط was ordered طلب to find the killer نوم لقوا القاتل and bring him back. الاختيارات المتاحة أول اختيار live يعني يعيش، أدي واحد. Life الحياة. Alive وAlive. Alive الأخيرة معناها على قيد الحياة. واللي قبلها أنا عندي لايف يعني الحياة، ودي طبعا بصفة عامة، وعندنا الفرق بينها وبين ذا لايف، طبعا ذا لايف اوف، أما لايف لو أنا بتكلم عن حياة واحد، مثلا أما أقول مثلا ذا لايف اوف مستر رمضان، ذا لايف اوف مستر أحمد، ده ذا لايف اوف، أما لايف الحياة بوجه عام، لايف از فول اوف هابينس، فول اوف سادنس، فدي مستبعدة لايف، وليف يعني يعيش، ده الفيرب الأساسي، فأنا مطلوب وعايز يجيبه حي، يبقى لايف. جميل. ذا لاست وان يعني. ذا لاست وان، نمبر دي. جميل. السؤال اللي بعد كده رقم 20 بيقول We searched not for the missing earring We never found it. تمام. نمبر 20 We searched. المفروض searched كفعل اسمه search for. Search for my bag. Search for my son. Search for. فأنا عندي الاختيارات In vain. لو كان search for something In vain. كنا نبحث عن حاجة In vain يعني في الحافلة في العربية النقل يعني. Vanish يعني يتلاشى، ده الاختيار الثاني. وين فين دون جدوى، احنا دورنا دون جدوى. واخر واحده فين يعني تافه او حاجه ملهاش لازمه كده. فانا لما اقول مثلا وي سيرشد احنا بحثنا ان فين، يبقى ليتر سي ان فين دون جدوى. هننتقل للصفحه اللي بعد كده اللي هي بيج نمبر 3 ونشوف مع بعض الجمله رقم 21 مع مستر نبيل بكير. الجمله بتقول The children are still not I can hear them talking. Number 21. The children are still. I can hear them talking. أنا سامعهم بيتكلموا. سامعهم بيتكلموا. عندي المالتيبل تشويز هنا اختيار أهيد. تعرفين لو فاكرين الستوري بتاعتنا كان راسن لما كلم مارشال ستراكنج وقال له tell your soldiers to go ahead of me. Along معناها بطول أو بامتداد. أسليب. نوت اويك اسليب يعني نايم مش صاحي. في منها الفعل سليب ينام، في سليبي ناعس، في اسليبنج بوليس مان مطب صناعي. اويك صاحي. اي كان هير ذيم توكينج اكيد ذا لوجيكال انسر بيتكلموا مش معقول هم نايمين. اكيد الاجابه اويك. اوكي. Question number 22 أو الجملة رقم 22 بتقول I took not two new projects at work. That's why I am very tired. Very important question. أي تعبيرات مع الفعل take ده من الفرازة verbose
مهم جدا 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 هيجي من الاستاذ هشام وسجل تاريخ. I took on, I took down, I took in, I took off. Two new projects, مشروعين at work. That's why I'm very tired. Take on معناها be responsible for, معناها be in charge of, مسؤول عنه. Take in بمعنى deceive وبمعنى absorb. Deceive يعني يخدع ومعنى يمتص ومعنى يستوعب يفهم. Take off لها تسع معاني بقى بس هيبقى في وقت في البرنامج. طبعا take off تقلع الطائرة ويخلع ملابسه يصبح ناجح فجأة وياخد أجازة. واضحة الجملة مادام في مشروعين وراجل very tired أكيد take on اللي هو be in charge of or be responsible for. جميل. هننتقل لمستر خالد عطية والجملة رقم 23 بتقول The United Nations is an important NOAA that works all over the world. تمام. Sentence number 23 The United Nations is an important space that works all over the world. I think the right answer is number A, organization. لو احنا بصينا ولاد كده مع بعضنا organization number A مكتوبة بالاس ولا بالزد؟ ايوه بالاس. It can be both are correct. It can be S or Z. يعني اتنين صح عشان ما نختلفش. اوكي. Organization, I think it's a very important word. كلمة مهمة قوي. معناها منظمة. هيئة. لكن associated, associated number B. Associate means يرتبط بي. Publisher. You know the word publisher. ناشر. خدناها قبل كده. Encyclopedia. كانت معدية جملة لسه كان مستر نبيل حللها. Encyclopedia اللي هو موسوعة علمية. A large book that contain facts. عبارة عن كتاب كبير كده. So the right answer مستر أحمد is organization number A. جميل. الجملة رقم 24 بتقول I had a or an not day at work today. There was too much work to do. تمام. 24 I had a day at work today. There was too much work to do. كان عندي شغل كتير قوي. طالما كان عندي شغل كتير قوي يبقى أكيد اليوم كان بالنسبة لي مرهق شوية. فانا هجيب حاجه بمعنى مرهق. فعندي stressful, impressive, delightful, available. لو خدناه من على اليمين كده كان برضو لسه مستر صلاح عدت جمله بتاعت available قال لنا معناها متاح. delightful means happy. delightful رقم C means happy. and impressive number B means impressive means exciting, interesting, شيء مبهر, wonderful, رائع. اوكي. فالثلاثه مستبعدي يبقى اكيد هي stressful. ده حتى احنا بنسمع كده يعني يقول لك عندي ستريس اليومين دول كده في ستريس يعني في ضغط عليا. اوكي. ف stressful day means tiring day يوم مرهق. That's all. جميل. هننتقل لمستر خالد عبد الهادي والجمله رقم 25. الجمله بتقول ايه؟ You should not the number of sweets you eat. They are harmful. طبعا مستر احمد هنا عاوز بس اقول للطلبه حاجه نفتكرها برضو. احنا هنا في برنامج مدرس على الهوا دايما بنجيب لك الجمل اللي موجوده في كتاب الوزاره. خد بالك في طلبه كتير only wasting their time بيضيعوا وقت كتير جدا جدا في كتب الخارجيه. امتحان الثانويه العامه ما بيجيش من كتب خارجيه ومستر احمد وكل الكرو هنا في برنامج مدرس على الهوا عارف كده. لان بتيجي جمله صعبه وبعدين يقول الجمله دي منين وحد يشتكي من الطلبه بيسالوا اللي حاطط الامتحان في الوزاره فبيقول لا دي من كتاب الوزاره صفحه كذا. فلازم طلبتنا يركزوا معانا يتابعوا حلقتنا يكون معاهم الكتاب بتاعنا مدرس على الهوا هيفيدكم كتير جدا ومش هيخرجوا عنه الامتحان ان شاء الله. طيب نيجي لنمبر 25. You should limit, increase, replace, suffer the number of sweets you eat. They are harmful. بيقول لي لازم المفروض ان انت عدد كمية الحلويات اللي بتاكلها دي ار هارمفول مضرة. حاجة مضرة يبقى المفروض ايه؟ ليميت تبقى محدودة بالنسبة لك وتقللها. انكريز تزودها. ريبليس تستبدلها تشيل حاجة حلوة تاكل حاجة حلوة تاني. سفر يعاني. طبعا it's clear that the right answer is برافو عليكم زي ما سامع ناس بتجاوب معانا you should limit لازم تقلل كمية الحلويات اللي بتاكلها. تمام يا مستر احمد. اوكي. الجمله اللي بعد كده بتقول 26
I can't take not any time from work this week. We have a lot of work to do. Number 26. I cannot take. دي مستر نبيل قال لنا كده الفريزل فيربس سو امبورتنت مهمه جدا 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 لازم تاخد بالك منها. I cannot take off, take in, take out, take down any time from work. Take off ليها كذا معنى. Take off طبعا معاني كتير. منهم to take a day off تاخد يوم اجازه واضحه جدا اهي. او take off your shoes please, take off your coat اقلع البلطو لو سمحت. وليها معاني كتير طبعا زي the plane takes off تقلع الطياره وكذا. Take in means absorb يمتص زي ما قالنا برضو المستر. او deceive او understand I cannot take in all what you say مش قادر استوعب انت بتقوله ده كله. Take out means take something out of its place ياخد حاجه من مكانه ينتزعها. And take down means to go down, to get off, انك تنزل من حاجه. So the right answer is I cannot take off number A مش قادر اخد وقت because I have a lot of work to do عندي شغل كتير. This is the answer Mr. Ahmed. تمام. ننتقل لمستر صلاح عبد الله والجمله رقم 27 بتقول Some schools separate the boys not the girls in classrooms. هنا السؤال جميل جدا هنا. بعض المدارس separate the boys space بيفصلوا الاولاد عن الايه البنات في الفصول. يبقى يا جماعه عندي البروفيشن اللي موجوده عندنا ويز وفروم وات واباوت. هنا تبقى سيبريت سيبريت ذا بويز فروم الاجابه بي. يبقى ناخد بالنا كلنا ان في الكلمات بتبقى مرتبطه بالحروف الجر اللي خاصه بيها. يبقى هنا سيبريت هتاخد معانا حرف الجر البروفيشن عندنا فروم. اوكي الجمله رقم 28 بتقول اي هوب اي ويل بي انوت سو ذات اي كان هيلب ماي كانتري. اتمنى ان اكون ودانا السبيس بتاعنا لكي اساعد وطني بلدي. عندنا الاختيارات عندنا بوليسي ودي معنى سياسه, بوليتيكال دي ادجكتيف, بوليتكس السياسات وتيجي مواد المواد الدراسيه السياسيه, وبوليتيشن السياسي. يبقى الاربع معاني عندنا هنا موجودين من الواحد طبعا نختار الاجابه دي بوليتيشن اللي هو هكون سياسي علشان اساعد بلدي. جميل. ننتقل لمستر رمضان التركي والجمله رقم 29 بتقول My brother has a not in medicine from Cairo University. تمام. نمبر 29 My brother اخويا has. احنا هنقارن الاول بين جريد وديجري. جريد اما اقول مثلا My sister is in grade 3 يبقى دي في سنه ثالثه في المرحله. ديجري ات مين سيرتيفيكيت شهاده. وعندي كلمه لايسنس دي معناها رخصه والرخصه دي بتيجي درايفنج لايسنس وممكن بايلوتس لايسنس دي الرخصه. اما مارك يميز ودرجه وحاجات كتير كده معاني كتير جدا. فانا بقول اخويا عنده في الطب يبقى عنده شهاده يبقى ليتر دي ديجري. جميل. ديجري ان ميديسن. جميل. الجمله رقم 30 بتقول ذا ميسنج تشايلد ووز نوت وين هي سو ا شيب كامينج تو ريسكيو هيم. تمام. الولد المفقود ذا ميسنج تشايلد نمبر 30 ذا ميسنج الولد المفقود كان ايه بقى؟ اما شاف سفينه جايه ناحيته عشان تنقذه. هل هوبليس وطبعا ليس معناها بدون زي يوزليس هوبليس لايفليس ادي واحده بدون. هوبفول كان عنده امل. دريدفول وهوبليس هنستبعد اخر اثنين. يبقى انا عندي هوبفول كان عنده امل اما شاف السفينه جايه تنقذه هوبفول ليتر بي. جميل. الجمله اللي بعد كده في الصفحه نمبر 4 صفحه رقم 4 والجمله رقم 31 مع مستر نبيل بكير. January 2020 will be the 10th not of the revolution. Number 31, January 2020 will be the 10th of the revolution. And advisory, nebulous, anonymous, anniversary. طبعا عندي كلمتين في النص نمبر بي نمبر سي كلمات غريبه مش فاهمش في المنهج استبعدهم تماما. واستبعد advisory الاجابه طبعا بدم هنا الذكرى السنويه بقى anniversary حاجه بتعمل yearly او annually. جميل. الجملة رقم 32 بتقول When we arrived at the bus stop there were a lot of people to sorry not to take the bus. When we arrived at the bus stop لما وصلنا محطة الأتوبيس there were a lot of people كان في ناس كتير جدا not to take the bus ياخدوا الأتوبيس. Rowing يا جماعة من rowing اللي هو تجديف أو روب بمعنى صف. Crawling يزحف. Creeping يتسلل. Queuing
يصف طابور. طابور منظم اورجنايزد وان افتر ايتش اذر باك تو باك الاجابه كيوينج. جميل. ننتقل لمستر خالد عطيه والجمله رقم 33 بتقول سبيس نوت كوستس ا لوت اوف ماني. نمبر 33 سبيس ذا فيرست اوبشن از اكسبكتيشن اتس فروم ذا فيرب اكسبكت. طبعا دي من الفعل اكسبكت يتوقع احنا عارفينه، يبقى اكسبكتيشن معناها توقعات او توقع. فمش معقول هقول ايه توقع الفضاء بيتكلف فلوس. لا احنا لو بصينا كده طبعا التشويس ده يا جماعه قايمه على التشويسز دي اللي قايمه على الكلمات معتمده اساسا على مدى حفظك. اوكي فايزلي ببساطه كده لو بصيت على رابع كلمه، بص كده معايا على الشاشه اهي، ايوه رابع كلمه اسمها ايه؟ اكسبلوريشن. بالظبط سبيس اكسبلوريشن ذا ناون فروم اكسبلور، ده الناون من كلمه اكسبلور يستكشف. فسبيس اكسبلوريشن معناها استكشاف الفضاء يتكلف اموالا طائله. ذاتس اول اي ثينك. جميل. الجمله رقم 43 بتقول سام باسكت بول بلايرز كان نو ذا بول اون وان فينجر. مستر احمد قرا لنا الجمله بيقول ان بعض لعيبه الباسكت بيقدروا يلفوا الكره كده، يدوروا الكره كده على ايه؟ صباع واحد. احنا خدنا كده كنا خدنا فرق بين سبين واوربت. لو احنا فاكرين سبين معناه بيلف حوالين نفسه كده، لكن اوربت راوند سمثينج حوالين شيء. يعني اقول مثلا سبيس شيبس اوربت ذا مون، سفن الفضاء بتلف حوالين القمر. اوكي او ذا ايرث اي حاجه يعني، لكن طبعا دي بتلف حوالين نفسها كده. فذا رايت انسر اي ثينك از سبين نمبر اي. جميل. ننتقل لمستر خالد عبد الهادي والجمله رقم 35 بتقول This medicine is not, it will help make you fine. تمام. جملة نمبر 35 35 جملة very simple very clear سهلة جدا. The medicine is space, it will make you fine. الدواء ده كويس وهيخليك تبقى حاجة كويسة. نقول ايه؟ powerless عديم القيمة خالص، مش قوي خالص، ضعيف. is powered مزود بالطاقة، دي passive. powerful الدواء ده قوي وليه great effects تأثير كبير big effect powerful. ولا painful الدواء ده مؤلم. طبعا واضح جدا ان the answer is number C powerful. جميل. الجملة رقم 36 بتقول we have the flexibility to adjust our rates to meet not customer needs. Number 36 we have the flexibility يعني عندنا مرونة to adjust our rates عشان نقدر نقيم ونظبط كده our rates to meet مستوياتنا واحتياجاتنا عشان نقابل space customer needs احتياجات العملاء. احتياجات العملاء ايه؟ المهمة ولا الذهنية ولا المغمرة ولا ايه؟ طبعا emergent جاي من كلمة emergency، يبقى احتمالات العملاء الطارئة اللي بتورد علينا باستمرار. وهي هنا adjective واضح جدا من غير ما تبص على intelligent و intellectual و submerged، هي على طول intelligent، هي الemergent هي اللي صح. So the right answer is A. جميل. ننتقل لمستر صلاح عبد الله والجملة رقم 37 بتقول Human activity is the main note of global warming. هنا النشاط البشري أو الإنساني هو السبب في global warming الاحتباس الحراري. فعندنا هنا هنستبعد البي والسي بمعنى accuse وaccusation يتهم واتهام، يبقى عندي الاي والدي. طبعا عندي preposition حرف الجر عندنا هنا of، يبقى نختار زمين cause of letter A. جميل. الجملة رقم 38 بتقول They have bought a new telephone note on the roof of the building. هنا يا جماعة انهم وضعوا new telephone A على سطح المنزل. يبقى هنا الإجابات كلها طبعا مش مستبعدة ما عدا number letter B must، وضعوا برج الاتصالات على سطح المنزل. جميل. ننتقل لمستر رمضان التركي والجملة رقم 39 بتقول The factory is in the not of moving to new offices. 39 the factory المصنع في حالتي، احنا عندنا كلمة process و operation. process دي عملية، عملية طبيعية، أما operation دي عملية جراحية بنعملها للإنسان operation. أدلوا الاثنين، وعندي profession دي المهنة، أما أقول medical profession teaching profession، وآخر كلمة procession ده الموكب. طبعا الانسر ليتر بي بروسيس. جميل. الجمله رقم 40 بتقول artificial intelligence has its pros and cons. من غير ما نشوف كده pros and cons، مزايا وعيوب، لان انا عندي الاختيارات الثانيه كينز ده القصب، وعندي كيوبس المكعبات وكونكتد التوصيلات، يبقى pros and cons ليتر بي.
جميل. هننتقل للصفحة رقم 5 ونشوف مع بعض الجملة اللي هتدور. طبعا ال 40 جملة الأولانيين دول كانوا يعتبر معتمدين على الفوكاب بالنسبة للوحدات من 1 ل 9. هنا هنبدأ بقى أول جمل إيه؟ الجرامر على التسع وحدات. أوكي؟ الجملة رقم 41 مع مستر نبيل بكير بتقول: Having no the shopping, she started to prepare lunch. طبعا دي جملة مهمة جدا على يونت 1 على الباست بيرفكت. عارفين having دي equal after بيجي بعدها بي بي تصريف ثالث للفعل. ده جملة اكتف. لو جملة باسيف بيجي بعدها having وبين بن وبعد كده البي بي. جملة اعتقد انها اكتف ولا باسيف. Having not the shopping she started to prepare lunch. Having done she does she did she had done. هي having is followed by تصريف ثالث للفعل يبقى الإجابة done. Having done the shopping يعني after she had done the shopping. After doing the shopping. جميل. الجملة رقم 42 بتقول The baby had drunk all the milk before Noah to bed. جملة clear جدا obvious ما فيهاش أي مشكلة نهائي. The baby had drunk. البيبي شرب all the milk. كل اللبن before. ما فيش بعد before subject. طالما ما فيش بعد before subject بيجوا راها جيرند على طول. You're before going. جميل. ننتقل لمستر خالد عطية والجملة رقم 43 بتقول By the time I took a break I knew at my work. تمام. By the time I took a break I think this is a very simple sentence. جملة بسيطة جدا يا جماعة من أيام الإعدادية. كنت أنت واخد before وزي ما مستر نبيل قال من شوية after followed by had وبي. Before بقى وby the time is the opposite العكس followed by past simple بيجي وراها past simple اللي هو كلمة talk. Then we need the past perfect. بعد كده بنبقى عايزين الباست بيرفكت الماضي التام اللي هو بيتكون زي ما انتوا قلتوا ايوه had plus bb. يبقى number 43 is b had finished. كنت بس عايز اعقب تعقيب صغير على الجمله دي. بعض الطلبه وخاصه يعني clever students الطلبه الشاطره لما بتلاقي حاجه بسيطه زي كده يقول لي بس دي مش هتيجي يعني ده امتحان ثانويه يا عم مش هيجي زي كده. تمام. لا هو حضرتك احنا اعتقد احنا اكتر خبره منك شويه في مجال الثانويه العامه. الجمل دي بتيجي عادية جدا في الثانوية العامة وجات قبل كده نفس جمل شبيهة للكلام ده. فالكلام اللي احنا بنقوله لك ان شاء الله ريلايبل جدا وتهتم بيه. جميل. الجملة رقم 44 بتقول She not ill when I visited here. تمام. When I visited here انا لما زرتها كانت عيانة. كنا احنا واخدين يا جماعة كده ان في افعال دايما تيجي في الباص سيمبل زي سيم زي لوك تيست. فالافعال دي هنا هختار اكيد نمبر دي شي سيم دي ايل كان شكلها عيان. اوكي شي سيم دي ايل وين اي فيزيت هير. لكن معظمنا ممكن يخطئ في الجمله دي يا جماعه 44 ويبص على نمبر ايه والسيمينج ويعتقد يقول ايه في وين في النص اهو بص معايا على الشاشه كده احنا في 44 44 ها مركزين ايوه في وين في النص. ممكن بعض الناس يقول ايه بيجي قبلها باص كونتينيوس وزور اي ان جي. لا هنا مش هينفع حتى ما لهاش معنى. يعني seem can't be in past continuous ما ينفعش اصلا يجي في الباست كونتينوس. So the right answer is number D. She seemed ill. She seemed happy and so on. اوكي. ننتقل لمستر خالد عبد الهادي والجمله رقم 45 بتقول While I knocked at home a man knocked on the door. As a sentence number 25 so important so please concentrate. سمحت ركز لي كده في الجمله دي شويه عشان جت في امتحان قبل كده وطلبه كتير بيتلخبطوا فيها. مستر احمد كان لسه بيقول لنا while I وجاب سبيس at home a man knocked on the door. كل الطلبه عارفه ان while بيجي وراها past continuous past simple ماضي مستمر ماضي بسيط. هيستبعد ان مفيش ing عشان في فاعل subject I. فالمعظم هيجري ويختار was being. خد بالك ان was بس ممكن تحل محل الماضي المستمر. الماضي المستمر بالذات لما يكون ورا مكان يبقى ولا يوز ات هوم ولا يوز ان لندن. يبقى ذا رايت انسر از نمبر دي. الجمله رقم 46 واخر جمله معانا في الحلقه شي ديدنت سند ذا مسج تو هير فازر انتل شي نو ات. مستر احمد برضو بيكلمنا في جمله اتكررت كتير في امتحانات برضو شي ديدنت سند ذا مسج تو هير فازر ما بعتش الرساله لوالدها انتل شي لحد ما هي كتبتها. طبعا عارفين انتل بيجي قبلها ماضي بسيط وبعدين ماضي تام. احيانا بيبقى مستقبل ومضارع. هنا هو حسمها
جاب didn't send يبقى انت عاوز ماضي تام، يبقى she had written اللي هو الباست بيرفكت اللي هو من had والتصريف التالي. بس خد بالك ساعات بتبقى باسيف، يعني قال لي until she تبقى had written، طب لو until the message تبقى had been written تبقى باسيف. فخد بالك هنا هو حسمها ان ماضي بسيط ماضي تام باست سمبل باست بيرفكت، وجاب لك فاعل عاقل يبقى هو حسمها ان had written، يبقى number A is the right answer. جميل، بنشكر اساتذتنا الافاضل على المراجعه الجميله دي، وان شاء الله تنتظرونا في الحلقه القادمه هنكمل بقيه الجمل ان شاء الله في الحلقه القادمه. شكرا. شكرا.